مرحبا بكم في حلقة جديدة تخص الجوجل ادسنس. حلقة اليوم ان شاء الله مش نشرحوا فيها خمسة اسباب لرفض الاشتراك من جوجل ادسنس. اكيد معناتها برشا فيكم سواء معناتها قدم طلب باش يشترك في الجوجل ادسنس عن طريق اليوتيوب او بيان موقعه او بيان المدونة او غيرها، ولكن الحاجة اللي اكيد برشا نرفزوا منها انها جه ميساج يقول من جوجل ادسنس معناتها اللي الطلب نتاعو تم رفضه انه فما حساب متشابه مع الحساب نتاعو. وهذا ان شاء الله مش يكون البيت وبيان الاوبجيكتيف نتاع حلقة اليوم، اني مش نشرحوا خمسة اسباب اللي كانت معناتها وراء المساج هذا نتاع رفض طلب الاشتراك في جوجل ادسنس. دونك ندخل الجينيريك ونرجعوا. اضغط على زر الاشتراك في القناة وما تنساش اكل ناقوس باش ما تفوتك حتى حلقة. نبدأ بسبب عدد واحد اللي هو رقم الهاتف. فار اكزامبل صنعت عندك حساب اول ادسنس، حطيت فيه المعلومات متاعك ومنهم رقم الهاتف والحساب متاعك مفعل، اموره 5/5. لكن في حالة اخرى انك مثلا قمت بانشاء حساب ثاني جوجل ادسنس، فار اكزامبل تحب تربطه بمدونة اخرى او بيان موقع اخر او قناة يوتيوب اخرى، كيف مش تقوم بوضع البيانات نتاعك الشخصية ومنها رقم الهاتف وتعاود تحط نفس الرقم نتاع الحساب الاول، اوتوماتيكمون طلبك في معناتها القبول في جوجل ادسنس عن طريق الحساب الثاني سيقع يعني رفضه، وتجيك معناتها رسالة من جوجل ادسنس يقول لك انه فما حساب متشابه، لا وبالتالي لن يتم يعني طلب الإنضافة في جوجل ادسنس بالحساب عدد 2. فما حالة أخرى اللي نقول نعطيه برسنتاج صغير على الأخر، نسبته مش كبيرة ولكن نجم تصير لكن النسبة بتاعها ضئيلة على الأخر، وهي أنه العبيد كل تبيع لحسابات جوجل ادسنس ينجم يكون صنع حساب جوجل ادسنس وحط الياتوار ما نمرو دي تليفون بار اكزامبل، النمره ذاك صادف ان يكون النمره نتاعك انت. صحيح النسبه نتاعو ضئيله باش تصير، لكن معناتها الاحتماليه نتاعو ان تنجم تصير موجوده. نمروا للسبب عدد 2 اللي هو الاسم الكامل، معناتها اني صنعت حساب اول جوجل ادسنس، الاسم الشخصي معناتها او بيان المستخدم او بيان المالك نتاع الحساب هذا هو بار اكزامبل الحساب الاول حطيت غسان السوسي، كيف مش نجي ونعاود نصنع حساب ثاني ومش نحط كاسم المستخدم اسم معناتها المالك الحساب الثاني غسان السوسي، اوتوماتيكمون سيقع رفض الطلب للاشتراك في جوجل ادسنس، وتعاود تجيك العاده نفس الميساج يقول لك هناك معناتها تشابه في الحسابات وبالتالي نرفض معناتها الطلب نتاعك. نمروا للسبب عدد 3 اللي هو العنوان. حتى معناتها ان بدلت الاسم الكامل متاعك وبدلت نمرو التليفون، ولكن اذا صادف تطابق الادريس العنوان متاع الحساب الاول مع العنوان متاع الحساب الثاني، اوتوماتيكمون سيقع رفض الطلب ويقول لك تجيك ميساج كيف كيف هناك معناتها حساب متشابه مع الحساب هذا وما نجموش معناتها نقبلوا الطلب متاعك بالحساب عدد 2. بالنسبة للسبب عدد 4 يخص المواقع. نوم دو دومين بار اكزامبل صنعت موقع افيك نوم دو دومين بار اكزامبل غسان.com، الحساب متاعو مربوط معناتها مع جوجل ادسنس ومفعل، اموره 5/5. جيت صنعت موقع اخر افيك الميم نوم دو دومين وقمت بطلب لي الاشتراك في جوجل ادسنس باش تولي تحط الاعلانات في الموقع ذاك، اوتوماتيكمون نفس الحكايه مش يقع رفض الطلب نتاعك ويجيك ميساج ان الحساب متكرر. ونختم بالسبب عدد 5 اللي يخص تطبيقات الهاتف، معناتها يخص كونت ادموب اللي هي تبع شركة الاعلانات جوجل ادسنس، الادموب اللي تمكنك باش يعطيك ديزاي دي باش تحطهم على ليزابليكاسيون متاعك من بعد تحطهم في البلاي ستور باش تربح منهم. بار اكزامبل عندك حساب اول وقدمت بطلب في الادموب باش معناتها تولي تربح من تطبيقات الهاتف متاعك، فما كان زاد انك تكون باعت ميم حتى الحساب متاعك لشخص اخر، وهو زاد قام معناتها بتغيير المعلومات بار اكزامبل اسم الديفلوبر نمر الهاتف متاعه لادريس ميل وغيرها من المعلومات،
جيت انت وعاودت صنعت حساب اخر وطلب معناتها من جوجل ادسنس عن طريق الادموب معناتها حساب جديد اللي انه معناتها يقول لك راهو معناتها يجيك طلب الرفض بالنسبه للحساب نتاعك الثاني يقول لك الحساب متكرر. علاش؟ خاطر نورمالمون لي زالغوريتم زاد نتاع جوجل ادسنس وكنقولوا تابعه بتتر الادموب انها ميم حتى كل الانفورماسيون اللي صنعت بهم الكونت نتاعك الاول معناتها اسمك لقبك نمره تليفون ومن بعد جي السيد اخر سواء شري ما عندك الكونت وبيان انت ميم حبيت تعمل كونت اخر وبدلت لك المعلومات القدم يقعدوا بتتر مسجلين في الباز دوني نتاع جوجل وبالتالي مش يلقى تشابه في الاسماء اسم المستخدم وبيان رقم الهاتف وبيان الادريس نتاعو سواء ميل وبيان السكن نتاعو دونك مش يقع رفض الحساب الثاني نتاعك. دونك وصلنا لنهايه حلقه اليوم. هذه كانت الخمسه اسباب ان شاء الله شاركناهم اللي كانت سبب في ان توصلك رساله من جوجل ادسنس تعنيك انه تم رفض الطلب نتاعك لان الحساب نتاعك متكرر. جسبر تكون استفدت من الخمسه اسباب هذوما، بارتجوها مع اصحابك اللي هما في بداية معناتها دخول من عالم الانترنت ومش عملوا دي حسابات في الجوجل ادسنس مع الجوجل ادموب وبيان كل شخص معناتها مولع بالربح من الانترنت ومن جوجل ادسنس. بارتجي معاه الفيديو هذا مهم جدا باش ما يقعش في الاخطاء هذيا ولا قدر الله تجيه معناتها الرسالة متاع رفض في الاشتراك عن طريق معناتها والسبب متاعها انه معناتها الجوجل تلقى حسابات متكررة او متشابهة. دونك جيسبر استفدت من الفيديو اليوم. تبخلش علينا بالاعجاب بالفيديو وبارتاج الفيديو مع اصحابك. ساش اذا كنت هذه اول مره تفرج في فيديوهاتنا باش تنضم لقناتنا ويفوتك حتى فيديو توصلك نوتيفيكاسيون زيد على الحلقه القادمه. ساش تنزل سبسكرايب ومهم جدا اكنقوس متنساش تفعل اكنقوس. دونك ان شاء الله نتلاقاو حلقه قادمه. باي باي.